بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم حلقة جديدة ولسعادة عنوان ومكان. معادنا مع برنامجكم هو ده. هو ده بعتولنا على صفحة طارق علام تي في أو على صفحة برنامج هو ده على قناة المحور. نشوف أجمل حكايات، نشوف الأمنيات إزاي تترجم لكلمات وأفعال من خلال حلقات البرنامج اللي بعتز بيها. وأبدأ معاكم بحكمتنا، وكل حلقة بنقول حكمة، نتكلم على المظاهر إنها خادعة. الناس ليها الظاهر والمظاهر تخدع. ما تحكمش باللي ترى وتسمع. احتمال تشوف باكن ودمعه مزيف، باسم قلبه يدمع. ذو شهرة تلقاه وحيد، شخص بسيط من صحبة لا يقطع. غني تعيس بماله، فقير باللقمة يستمتع. صحيح فكره عليل، عليل عقله مجمع. هزيل في صدره أسد، جسيم من قطة يفزع. حسناء حوت كل المفاتن، عقلها في جيب شنطتها يقبع. شاب يدعي الهوى، وهو في طريق الهوى يلهو ويرتع. ليس كل ما ترى دلا على الصورة، العين ترى لكن لا تتوقع. عاشر الناس لتدرك أصلها، حقيقة المرء بالعشرة تسطع. أهلا بيكو، حكايتنا هي حكاية العمر كله، حكاية الصابرين، الناس اللي بتحمد ربنا وتشكره. تشوف فيديو صغير بيقول احمدوا ربنا، احنا احسن من غيرنا. ازاي؟ هو ده. كنت تعتقد انك لست سعيدا، انظر لهم. اذا كنت تعتقد ان راتبك قليل، ماذا عنها؟ اذا كنت تعتقد انا لا اصدقاء لك، فكر فيهم. إذا فكرت يوما بالاستسلام، فكر بهذا الرجل. إذا كنت تعتقد أنك عانيت بحياتك، هل عانيت بقدره؟ إذا اشتكيت من نظام النقل، ماذا عنهم؟ إذا كنت ترى أن مجتمعك غير عادل معك، انظر لها. هل ما زلت تشتكي؟ استمتع بحياتك كما هي وكما جاءت. هناك أشياء أسوأ لدى الغير منك، ولديك الأجمل. أحدهم أحضر لك نايك بدلا من أديداس، لديهم نوع وعلامة واحدة. هل الدراسة تضايقك ولا تضايقهم؟ تكره الخضار وهم يتضورون جوعا. ده الإعلام اللي احنا عايزينه، اللي احنا نثبت بعض. مش هقول نصبر بعض، لا، نبني بعض. المحتاج نقويه بالكلمة، بالطبطبة، بالحنان، علشان يكمل مشواره ويحقق حلمه. في خلال دقائق أو ساعات، بكرة الصبح ملايين من أطفال بلدي هيروح المدارس الحكومية، هيروح مختلف المدارس. نقول يا رب ربنا يخلي هذا العام إن شاء الله يبقى عام دراسي ناجح. أنا بحيي وزير التربية والتعليم، فكره يعني ثوري، وموضوع التابلت اللي بيتوزع أو توزع أو في طريق التوزيع هو ثورة تكنولوجية عاوزينها توصل لكل أبنائنا، ما يكونش في حد محروم. في صور سيئة بقى وجرز الفسحة شغال كده، مش عاوزينها تتكرر. مش معقولة يبقى في مثلا مدرس في الفصل وتلاقي اتنين بيضربوا بعض. والله ده اللي بيحصل، مش عاوزين ده يتكرر معاه. هو ده. المدرس واقف بيشرح ايه؟ النبي عاوزين السنة دي بقى مدرسين يشوفوا الخناقة دي وصفارة كده ويوقف الليلة، لانه دي صوره. فهو ده ارجو الا تتكرر. وبيسفروا والراجل عمال يكتب وعمال يشرح، ملوش دعوه، هو مش تبعه. دي صوره سيئه حدثت في الفترات السابقه، مش عايزين تتكرر. الصوره الثانيه اظن في كفر الشيخ، انا ما اعتقد في كفر الشيخ في روضه المدرسه بتضرب اطفال. ده كان الصور دي بنقول للتذكره، مش عاوزينها تتكرر. هو ده.
خد الشنطه، خد الشنطه اللي هيلاقيها فيها يتفسح من الضرب. هو انت جيزه بابا، قلت يا بابا ما تربيتش فينا مع الترابيزه. اقعد يا مين، هات الكراسه اللي معاك، بكره جيب له كراسه تانية، لو ما جيت من غيرها هطردك من الفصل. يعني اختصرناها مش عايزين ضرب، يعني في صورة المدرس سعودي أنقذ طفل، فأنت كمدرس لكل إخواننا وإخواتنا المدرسات والمدرسين اللي بنعتز بيهم، دي في المملكة العربية السعودية الطالب تقريبا أغمى عليه أو كان وقع أو حصل له مشكلة والمدرس هنا بينقذه وبيحاول ينقذ فيه أهو، واعتقد هيدي له قبلة الحياة. ده في المملكة العربية السعودية، يعني لازم يبقى ملمين المدرسة اللي فيها آلاف، يعني محتاجين اللي احنا نعمل سبورت. هنشوف بعض الصور العالمية لعودة المدارس، هنشوف نجم برشلونة والأرجنتين ميسي، هتشوف وهو رايح يوصل ولاده اهو، صور اهو، دول ولاد ميسي طبعا مش لابسين لبس اللبس بتاع برشلونة. يعني يا ريت كل اولياء الامور روح اول يوم كده مع اولادك وصورهم. الصوره القادمه اعتقد محمد صلاح ابو مكه، مكه هنشوفها لابسه لبس المدرسه النهارده. محمد صلاح بالمناسبه الحمد لله ربنا فتح عليه وحط الجون الثالث ليه في الدوري. هنشوف صوره مكه اهي ما شاء الله عليها هي وابوها، وانا اتفرجت على الماتش قعدت ادعي لمحمد صلاح النهارده لانه هو عليه ضغوط كبيره جدا. حصل صوره بعد الماتش، احنا هنطلع من التربيه والتعليم نتكلم على التربيه، على السلوك، سلوك المدرب كلوب اللي احتضن. تشوف الصورة دي، دي صورة بنهديها لكل المدربين في الكورة، خشوا عليها يا جماعة. احتضن محمد صلاح الأب النهاردة، عمل تعديل في الخطة في الملعب عشان محمد صلاح يحط جون. محمد صلاح بيلعب في الطرف اليمين دايما، النهاردة المدرب الهايل العالمي خلى محمد صلاح يلعب قدام الجون عشان تجيله أي فرصة تعود ليه الطمأنينة والثقة. وهو قال تصريح امس الاول ان محمد صلاح العام الماضي عمل نفس السكور من الاهداف، حط جولين او ثلاثه، النهارده اتفتحت يعني نقول ايه، اتفكت العقده لمحمد صلاح. محمد صلاح في صوره لابن امير انجلترا بالزي المدرسي لو موجوده معانا. في فيديو احنا مش عاوزين نعمل جلد لزياد، مش عاوزين نقعد نعذب نفسينا. في فيديو كده موجود على الفيسبوك، الفرق ما بين الغرب والعرب اللي هناك بيعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. احنا بنتكلم على العام الدراسي، عايزين بقى سعاده نستقبل ولادنا كده بشكل كويس. ولو الفيديو جاهز يا جماعه معاكم بتاع الفرق من العرب والاجانب نقوله. عاوز اقول لكم ان عندنا اخبار كثيره جدا النهارده، اكتر من 20 فقره مجهزينها من خلال البرنامج هو ده. لو جاهز الفيديو، طيب هو الفيديو ده الفرق بين العرب والاجانب معمول في فيديو واحد، هنتفرج عليه بس برضو احنا عندنا ظروفنا وعندنا حاجات كتير قوي. تشوف الفيديو ده ونستحمل بعض. الصور دي الظاهر منها ان اصلاح، لكن بتعذبنا انا لما اشوفها بتضايق. نتمنى كل المدارس يا جماعه طلعوا السوشيال ميديا اللي عندكم الكويسه نعملها. شفنا منذ عده ايام شائعه ان واحد دخل سرق عشان يجيب زي المدرسه لبنته، طلعت غير صحيحه. هل في شائعات كثيره؟ اه. هل في حروب نفسيه عشان تحطمنا؟ طول عمر مصر الناس الجدعان مستحملين حتى لو بجنيه، بيعيش بدافع واحد، حب الحياه، ده اللي بيخلينا في مصر بنضحك في هنقول ايه. لكن عندنا الحال بيتحسن يوم بعد يوم، في مدارس يابانية هتفتح بعد عدة ايام، هنشوف حاجات كتيرة. لكن قبل ما اقفل موضوع المدارس ونخش على سعادة، احمد حلمي كان عامل فيديو عن التنمر. التنمر ده شيء اوعى في المدرسة انت كمدرس او واحد من الاهالي او تخش في هذه الخطيئة، يا صغير يا تخين يا رفيع يا اسمر يا. هنشوف الفيديو بتاع احمد حلمي بسرعة ونكمل معاكم. هو ده ضد التنمر، هو ده.
البداية ما كانتش من هنا. بس نقدر ننهيه. الهزار التقيل، التريقة، التحفيل، كل ده اسمه تنمر. ده لا شطارة ولا قوة شخصية، ده عنف وأذية. أنا ضد التنمر. كلنا ضد التنمر، كلنا ضد التمييز، كلنا عاوزين نعامل ولدنا كويس. بنتكلم على المدرسة، قدام المدرسة، وفي النادي، في الشارع، مش البيت بس. ونكمل معاكم السعادة فيديو كان عامله أحمد مكي ومجموعة من الفنانين. احنا عاوزين ننبسط. البرنامج ده للطاقة الإيجابية. هنشوف ده عشان نبقى سعداء مهما كانت ظروفك. خلي عندك أمل، خلي عندك حب، خلي عندك طاقة لبكرة، والله كل حاجة تتحقق. هو ده الماضي، خلاص خلص، عدى، فات. المستقبل الله أعلم بيه. الحاجة الوحيدة اللي تملكها هي اللحظة اللي انت عايشها دلوقتي. لو اللحظة اللي انت عايشها دلوقتي حالا سعيدة، هتكسرها، اعصرها، تعمل فيها كده. ماشي، ربنا كاتب لك لحظه سعيده على بعضها كده، ليه تاخد حته وترمي الباقي؟ تزقلط في الساعه ده، تزقلط في الساعه. عارف لما تبقى انت كده ايه، ربنا وفقك لقيت بنت الحلال، لقيت بقى كل طموحاتك في الانسانه دي. واحد يسالك يقول لك انت ارتبطت بفلانه، تقول له اه في حاجه، يقول لك لا مفيش، ربنا يوفقك بقى ويتمم بخير. ليه طيب؟ ليه بوظتها؟ اللي انا كنت مبسوط. ما تسيبش حد بقى يعمل معاك ده. واللي يعمل معاك كده تقول له بخ، ادي له ظهرك، اعمل بلوك، تريله. اوعى تخلي اي حد يسرق فرحتك، او حتى يقلل من طاقتك الايجابيه. قول له وشك في الحيطه وقفك لعيب. صحيح، يمكن تقابل ناس من اللي هم بيبصوا للحياه بطريقه سلبيه، يعني متشائمين على طول. أخي المتشائم، ما تيجي تتفائل وتتفائل. حتى تفائل ده أنا تفائلت من كتر ما الفقفقة اللي احنا بنفقفقها. تعسر من دور السعيد يسعد. مش كل الدول اتأهلت لكسر. ايه ده يعني غلطت في حاجة يا عيد؟ لا، ايه التيشيرت اللي انت لابسه ده؟ مالها؟ ايه اللي مكتوب عليه ده؟ مش ده دث اللي عجبان لك مشاكل في رمضان وقلب الدنيا؟ اه دي هي. انت ما عندكش تيشيرت تاني قبل غيره؟ عندي. صحيح، بيتكلم على التفاؤل وحاطط الدس برضه، عاملها قبل كده في اعلان. بنكمل معاكم التفاؤل والسعاده بعد الصور. بنتكلم على بلدنا وحلوه يا بلدي. نتمنى من خلال هذا البرنامج هنعمل حمله كبيره لاعاده الجمال بالتعاون معاكم. منذ عده ايام صورنا مع احد الفنانين في بورسعيد، نفسه يعمل جداريات. طب ما كل محافظ يشوف الفنانين بتوع المحافظه، وده نشوف الحلقه الجايه ونعمل تجميل لبلدنا. بنبدا بالصوره بحي طلاب كليه التربيه النوعيه اللي زينوا كوبري العباسيه. ما عندنا مشروعات اهو، اطلع للشارع ونشوف كل حاجة حلوة وجميلة. الله على الصورة الجميلة. يا ريت بقى تبقى حاجات يعني مقننة. بص الكوبري، بدل ما نشوف صور العذاب، لا، صورة حلوة جميلة. وده كوبري العباسية. في الصعيد بقى، في أسيوط، في صورة حلوة وجميلة. ده كده العباسية. ننتقل إلى شارع الفن. فين؟ في أسيوط. عاوز تقضي على الارهاب، على حاجات كتيره قوي، روح الصعيد وطلعوا بالفن كده. نشوف اسيوط عامله شارع الفن، ما شاء الله عليهم، احييهم وان شاء الله اروح هناك ونصور معاهم. معرفش بقى دي تبع الثقافه الجماهيريه ولا مجموعه شباب. انا بحيي اسيوط، تشوف شارع الفن. واحنا معاكم عاوزين كل حاجه حلوه جميله تنتشر في ربوع الوطن. سهله جدا على فكره، بس نفتح الابواب ونعمل دعوات. نشوف دلوقتي شارع الفن في اسيوط. دي مهرجانات الغلابة، لكن في بعض المناطق زي دبي بتعمل
52 اسبوع 52 مؤتمر. ارجو وزاره السياحه تشوف تنظيم المؤتمرات، تنظيم الاشياء الكبيره الدوليه. انا بحيي سويرس وكل سويرس يعني ناصف ونجيب ومهرجان الجونه، نفسي كل شهر او كل اسبوع يعني حاجه زي ده. ليه مبقاش عندنا مهرجان مثلا في الاسماعيليه في الاسكندريه بس يبقى دولي؟ دي صوره دوليه بنحيي عليها. بالمناسبه في الفيلم اللي كان بطله من مستعمره الجزام، ده بنحيي، ده مريض من مرضى الجزام، اتعمل عنه فيلم في مهرجان كان. انا بحيي المخرج واتمنى لقائه قريبا، اتمنى ان هو في مهرجان كان يعمل حاجه كويسه. لكن نعود لاصل الحكايه، عاوزين 52 مهرجان زي ده، صعبه؟ لا سهله. وعاوزين مركز بتاع المؤتمرات يشتغل ويتنشط، يبقى فيه 52 مهرجان مؤتمر، تلاقي كل الاوتيلات زي دبي. دي سياسه. الصوره اللي بعد كده بناخدكم على كفر الشيخ، المحافظين الجدد عاملين شغل كويس، منهم هذا بنكمل معاكم على الهواء مباشرة. هو ده، ابعتوا لنا على طارق علام تي في نشوف كل الفقرات الحلوة الجميلة، نشوف الأحلام، نشوف الحاجات الكبيرة ونقول عليها يعني نقول عليها مستحيل بتتحقق. من الحاجات اللي بتعجبني، من الحاجات اللي تبين الدين الإسلامي الصح، السلام. قبل ما اتكلم على أي حاجة، في الفيديو الأمريكي في إحدى المحاكم الأمريكية قدمناه منذ عدة أسابيع، نشوفه. ده هو مصدر لينا، مصدر لطمأنينة. هذا الشخص، هذا الرجل أحييه من كل قلبي، اللي راح للقاتل بتاع ابنه عمل إيه؟ قعد يعيط، قعد يدعي؟ لا، تعال نشوف. هو ده. Who is guiding you and misleading you to do such a horrible crime? As a father, I feel sorry for your parents. There is your will. There is you, and they want you to be successful. Your success is their success. Your happiness is your happiness, their happiness. Now they have to cry. Because of your crime and that's means. Forgiveness is the greatest gift or charity in Islam. I have to call myself out to forgive someone that's wrong all the time. I'm sorry about what happened that day. ايه الاعصاب دي؟ ايه الراجل ده؟ كل ما اتفرج على الفيديو ده ساعات بقعد مع نفسي واحنا بنرتب الفقرات. ده الهام ليا اللي احنا كلنا نتكلم على السلام. عشان كده سعيد بفقراتنا اللي خلت كثير من الصلح اللي كان متعطل عشان شيطان، عشان كلمه، عشان فلوس، عشان واحد داخل بكفن، عشان طويل، عشان قصير، كل ده بيروح. وعشرات القصص ان شاء الله بكره هنجمعها، هنبعتها لمصلحه الامن العام. وانتوا ساعدونا، وانت بتبعت القصه بتاعت الصلح او الطار اللي عندك، قول لي مين مؤثر عندك في الاسره او في البلد، محتاجين ايه عشان الصلح يتم. اسلام دين موجود عندنا، بس اللي هنا الراجل اللي انت شفتوه دلوقتي، ايه الدين اللي عنده؟ ايه الاخلاق؟ ايه الكمال في الدين ده؟ سبحانك يا رب، سبحانك. ايه الراجل ده؟ ايه التحضر ده؟ شوف بيتكلم قاتل ابنه ازاي؟ ايه القوه الايمانيه اللي خلته يبقى كده؟ ده الاسلام؟ ده الدين؟ ما تقوليش بقى دعوات جهاد والحاجات الفارغه والعنف والتكفير والتنفير، لا لا لا. ديننا هو السلام، ديننا هو الحب. عشان كده ببقى سعيد اجمل فقراتي
واجمل التقاء، وبحيي كل البرامج والناس اللي بتحيي هذه الفكره. دي مش فكره عشان برنامج، لا، دي فكره عشان الحياه. وافتكر اللحظات الحلوه دي اللي عشت وسط الناس. نتكلم على السلام، وهو ده. عفوك عنك لوجه الله الكريم. نشهد الله تبارك وتعالى والموجودين في هذا المكان المبارك لأننا قد سامحنا وتصافحنا وعفونا عن بعضنا، والعفو من شأن الكرام. احنا عشان الطفل ده، عشان والده اللي توفى النهاردة، احنا واقفين. هذا اللي ربنا بيجازي عنه، بيجازي أهل المتوفي، ودي لحظة خير. بنكمل تكبيرنا لأنه ده عمل كبير وعظيم، نتمنى أن يكون موجود في كل خلاف كبير. مشاهدينا الأعزاء، أهلنا وناسنا في جرزة وأهل العياط الكرام، إحنا جينا في لحظة الحق. الراجل ده أستاذينكو يقول كلمة من قلبه، هيشكركو، وأنا عارف كلام هيبقى صعب عليه، لكن هيقول كلام من قلبه. حتى لو قال كلمة واحدة، دي كلمة الحق من واحد عاش المشكلة وسمع مليون رأي وسمع مليون كلمة، ولكن مشي على كلمة واحدة، كلمة المشاهد دي بتهزنا. احنا عاوزين نزرع بلدنا بالورد والياسمين، مش عاوزين حقد واسفين، عاوزين كل مشكلة كبيرة تصغر تبقى قد كده. كان في صلح كبير أقيم في منطقة المنيل أمس الأول، وأنا طبعا بظروف سفري لدولة الكويت كنت هناك، لكن كنت معهم بقلبي. هنشوف هذا الصلح ونقدم هذه الصورة لكل، هنقول هي كل مناطق مصر فيها صلح فيها طار. على فكرة في هذا الصلح المتهم من حوالي 7 سنين تم الحكم عليه بالحبس، 7 سنين خرج. واللي بيحصل أنه بعد بيخرج لسه برضو بيبقى فيه ضغينة، في بعض الناس لسه في توجس وخيفة، ولكن اللي اتعمل هنشوفه. بكرر شكري لكل الناس، بشار حامد فارس، اللواء محمود توفيق مساعد وزير الداخلية، اللواء محمد، دي غلطة دي، وزير الداخلية، اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، أحمد عبد العزيز، اللواء أحمد عبد العزيز نائب مباحث القاهرة، الأسامي متلخبطة. هنشوف الصلح، وأثناء الصلح هقول لسة الأسماء الكبيرة اللي جايالي. بحيي كل واحد. وشعارنا هو آية قرآنية،
من عفا وأصلح فأجره على الله. كل واحد بيمشي في الصلح ده. جالنا صلح كتير من أسيوط، من سوهاج، من أسوان، من كل محافظات مصر، من الفيوم، وجالنا حوالي 5 من الجيزة. إن شاء الله هنشوفهم تباعا من الأسبوع القادم. أنت لو عندك مشكلة زي دي، حط إيدك في إيد أخوك وابن عمك وابن بلدك وابن دينك وابن وطنك. أبناء مصر خليكوا إيد واحدة، خلوها ورد، فل وياسمين. بحيي أهل المنيل، بحيي حامد فارس، وهنحاول بعد ما نشوف اللقطات اللي كان فيها هذا السرادق وهذا المكان نعمل تليفون مع أقارب المتوفي عشان نقول لهم شكرا ليكم وهنيئا لكم، ونكمل معاكم السلام في كل شبر من أبناء في كل شبر من أنحاء مصر، والسلام لكل أبناء مصر. يا ريت دي حاجة بسيطة، خلي قلبك أبيض. هو ده من أهل العائلتين الكريمتين الكرامة.
عزاء بعد 7 سنوات، فالشكر لكل من قام بهذا، السيد حامد فارس اللي ساهم واللي كان جمع كل هؤلاء، واكيد معاه مجموعه كبيره. استاذ حامد اهلا بيك وبشكرك وبحييك، وكان نفسي ابقى معاكم المرات القادمه ان شاء الله كاميرا البرنامج، وانا هكون معاكم ونشارك معاكم ونشوف اجمل لحظات الحياه، العفو والصلح. اهلا بيك ومتشكرين جدا ليك يا فندم. وطارق، انت عارف ان اعاده الثار دي اصبحت متفشيه، ومصر القديمه هي دايره يعني بيجمعها عصبيات كتير وعائلات كبيره جدا. الطار ده يعني عاده سيئه جدا جدا، احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقضي عليها. ده سيادتك ثالث طار نحاول اوصال الصلح وانهاء خصومه ثائريه وتقديم كفن عملناه في خلال 2018. يعني السنه دي عملته ثلاث مرات صلح، ده الثالث. ده ثالث طار يا فندم يتم، وده بفضل الله اولا وبفضل الناس المحترمه اللي بتساهم معانا وبقوه في انهاء هذا الموضوع بالصلح. وشكر خاص للقيادات الامنيه طبعا، يعني شكر كبير، لان هي كانت في كل مره بتساهم معانا وبقوه في حقن دماء الاشخاص وحقن دماء اهل مصر المحترمين. يعني انا بشكرك وبحييك، وان شاء الله بنحط ايدينا في ايديك وبنحس ان احنا كلمتنا بتوصل، بنحس البرنامج دعوته هي دعوه في السماء اللي احنا يحصل افشاء للسلام. بشكرك، ويا ريت كل شهر نبقى معاك نشوف صلح، وخصوصا العصبيات كثيره، وانا من مصر القديمه انا عارف ناس هناك جدعان وطيبين، بس عاوزين كلمه، عاوزين همسه نقرب من بعض ان شاء الله. وان شاء الله دايما دايما يعني في وجود ناس محترمه ومنبر اعلامي بيسلط الضوء على مشاكل المجتمع المصري زي حضرتك، ان شاء الله نقدر وبقوه نقضي على عاده سيئه جدا جدا زيها زي اي جريمه وبتحقق توتر في المجتمع المصري. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقضي عليها ان شاء الله. انا مش عارف ايه تفسير، انا بشكرك بس مش عارف ايه تفسير الحاجات دي زادت، المخدرات زادت او كل ده بعد 2011 جداً. الخناق ايه جداً. احنا محتاجين ايه يعني؟ احنا محتاجين في الفترة اللي جاية دي ضبط النفس والثقافة والاخلاق ترجع تاني بين الناس، والاحترام والود والسماحة دي عناصر اساسية. لو المجتمع فشل في ان هو تكون موجود داخل المجتمع المصري في الاخر هتبقى النتيجة والمحصلة زي ما سيادتك شايف، جرائم وقتل وخراب. لا مش كتير يعني، مش خراب، احنا عاوزين نقول النسب مش هقول زادت او قلت، لكن بقت متفشية لحد ما. طبعا انا فندم انا بقول لسيادتك ده ثالث طار في 2018 يعني. ايوه بس خلي بالك برضو عشان المشاهدين، ده تم من 7 سنين، ده في 2011. أيوة الجريمة دي كانت في 2011 عشان الناس تبقى عارفة يعني. أيوة. فالحمد لله انه الامن بقوته، الامن يعود ويعمل نوع من انواع ان الناس بقى ترجع كل جروح يعمل لها لملمة. انا بشكرك السيد حامد فارس، بحييك وكل اللي تعاون معاك، وبحيي رجال الامن اللواء محمد منصور مدير امن القاهرة، احمد عبد العزيز نائب مدير مباحث القاهرة، محمد شاهين مساعد مدير امن القاهرة العقيد، مع عمرو رضا مأمور اسم مصر القديمة، وليد صالح نجدة القاهرة، رائد انور المنياوي مباحث مصر القديمة، نقيب ابراهيم كرم مباحث مصر القديمة، محمد انس، عمرو ترك، احمد ادم، محمود عبد الاله، كل السادة من رجال الشرطة، الشيخ محمد زكي من لجنة مصالحات مشايخ الازهر ليهم دور كبير على فكرة، ورجال الازهر اللي هو اشرف الجندي مدير مباحث القاهرة بحية. على فكرة الصلح الصقر ده بقاله سنوات، لما بنقف على رجلينا بنشوف بقى المخدرات، بتشوف الصلح، بتشوف كذا، بيتبين ليك ما حدث لك من شروخ وجروح، ودي علامات المجتمع الصحي. احنا معانا والده، معانا الحاج احمد والد شادي اللي توفى الله من 7 سنين. بشكرك وبحييك يا حاج احمد، وبقول لك ربنا يصبرك، وسلامي للوالده اللي صورتها طالعه معانا على الشاشه. الله يخليك يا فندم، الله يبارك لك يا دكتور طارق. انا بشكرك وربنا يصبرك، ومفيش احسن من العفو، مفيش احسن من الصفح يعني. الحمد لله دكتور ضرب، وهو اجر عند الله طبعا، ومن عفا واصلح فاجره على الله عند الله طبعا. اعتقد ان انتوا يعني مش هقول استريحتوا، ولكن قلبك هدي بعد هذا نقول الصلح، بعد هذا واجب العزاء اللي تم يعني. انا شايف صورتك دلوقتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكده كده احنا سمحناه لوجه الله تعالى، وهو طبعا في شهيد توفى شهيد، خدت بال حضرتك. صلى على النبي صلى على النبي، احنا في لحظه صدق، في لحظه يعني تنازل عن حق
انت كده بتبدا صفحه جديده مع، ويمكن لو انت بتتفرج شفت الراجل الامريكي عمل ايه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وبشر الصابرين، شكرا ليك ولزوجة حضرتك، بشكركم، دول ابناء مصر طيبين، ودي دعوه لابناء بلدي، لو في هنا حاجه اتكلموا ويحصل عفو ويحصل صلح، بلدنا بتعود بتلم الجراح وبنعالج نفسينا. خدكم نروح الجزء الثاني من هذه الفقره، وهو جزء متميز، لكن ابدا بقصه واحد اسمه فتاح جندلي من سوريا. فتاح ده مخلف، عنده ولد وبنت، سابهم وراح اشتغل في مطعم، كان معاه دكتوراه، راح اشتغل في مطعم. ابنه بقى من اشهر مشاهير العالم. ابنه بقى هو مؤسس ابل، بقى هو اللي بيعمل كل حاجه، هو توفاه الله. بقى هو واخته راحوا للتبني عند اسره او اسر امريكيه. امه سابته طبعا مع الوالد، فخلاص بقى في الشارع. الحكومه في امريكا، وهنا رسالتنا، اللي احنا لازم نعمل التكافل، او انك تحتضن طفل تربيه في بيتك، ودي دعوه كنا عملناها في دار الأرمان. انا معني عندنا دار الايتام، لكن العدد الكبير ده مش هنعرف نربيه. ده ستيف جوبز، ده المخترع بتاعه، مؤسس ابل، واخته اسمها منى سيمسن على ما اعتقد. ستيف جوبز ده ابوه سوري. فتاح جندلي، او هو اسمه فتاح اصلا، ما عرفش ابوه، ما عرفش اهله، ومات وهو حزين من اهله ان هم سابوه، لكن هو سعيد الحظ انه دخل مع اسره خليته من ضمن اهم 10 في تاريخ هذه الصناعه، صناعه البرمجيات. عشان كده احنا بنتكلم وهنشوف الماساه اللي شفتها في دار اهالينا، شفت طفله والتانيه. دي حكايه ليها العجب. انا مش يعني مش عارف اقول لكم انه ستيف جوبز ده عمل ايه، بس بيدينا نصيحه بشكل غير مباشر. الاب لازم يبقى عامل ازاي؟ هل انتوا يا جماعه مجهزين الايتام ولا هتبداوا بالمخدرات؟ طيب هنأجل الفقره دي على ما تجهز، لكن تشوف الراجل ده تبناه امريكي فخلاه كده. وهنشوف النهارده قصه برضه ليها علاقه من مصر لامريكا، لكن قبل ما نشوفها، وكان معانا السيد حامد بيتكلم على الشارع المصري، فيه عندنا مشكله المخدرات. هنشوف واحد من ابناء بلدي اللي مفروض يبقى في الجامعة، مفروض ماسك كمبيوتر، هنشوفه للأسف نايم على وشه نتيجة الاستروكس المخدرات. تعالوا نشوف هو ده. ده بيحاولوا يفوقوه، بيحطوا له ميه، والله لو حطوا له ايه؟ ده واخد السيروكس اللعين، ده السيروكس اللي بيانات وزاره الداخليه واحد المتخصصين قال لك في مصايب. بصوا ده ماده مخدره طالعه في المقدر جديد، منتشره في الشارع المصري. عشان كده احنا عاوزين سائق الاتوبيسات بقى المدرسيه وحاجات كتيره قوي، احنا بنتكلم على موسم الدراسه. و هنشوف كمان من صفحة وزارة الداخلية كان في الفيديو ده، انه في جزء بيتعمل بيتحط في الاستروكس ده يحطوا المضادات الحشرية، حاجات بتاعة الناموس والدبان، مصيبة. تعالوا نشوفها عشان نعرف انت بتاخد ايه. ده سم، وانت متخيل انك بعد دقيقتين دايخ داخل ازاي مادة سامة جاتلك. هو ده اللي عايزينه. كان زمان الحرب مباشرة بالطلقة، دي الطلقة اللي جايلنا. مش كده؟ ده للأب والأم. الأخ اللي بيفوقه ده فين أمه؟ فين أبوه؟ نشوف الحتة اللي بتقول من الحاجات بتاعت الحشرات بيحطوها، تعالوا نشوف. مخدر به سم قاتل، هكذا كانت المفاجأة التي رصدتها الكاميرا في مكونات مخدر الاستروكس والذي يطلق عليه مخدر الشيطان، بعد أن نجحت أجهزة مكافحة المخدرات في ضبط اثنين من أخطر العناصر التي تقوم بتصنيعه. مخدر الفودو أو الاستروكس من ضمن المخدرات التقليقية اللي انتشر تعاطيها بين الشباب في الآونة الأخيرة، وله آثار مميتة
على متعاطيه وهو مخدر شديد الخطورة. هي مجموعة من المواد الكيماوية تم تصنيعها داخل المعمل، تخلط بعشب أخضر اللون مثل البردقوش أو الدميانة، ويقدمها تاجر المخدرات بعد خلطها للمتعاطي على أنها مخدر طبيعي. المشكلة أن تاجر المخدرات لما بيلاقيش المادة دي بيجيب مادة إحنا بنسميها خلطة الموت، زي القضية المعروضة مؤخرا، وهي عبارة عن بودرة صراصير، بودرة مكافحة قوارض، بودرة سم فران، أسيتون مزيل الأظافر، مواد كيماوية أخرى منها السبيرتو الأبيض والكلة ومبيد حشر. كل هذه المواد والسوائل يتم خلطها ورشها على العشب الأخضر اللي هو البردقوش أو الدميانة أو التبغ، وتعبئتها داخل أكياس. الكيس بيتباع ب 200 أو 300 جنيه للشباب المتعاطي مخدر الفودو أو الاستروكس. ولأنه مخدر قاتل فقد أودى بحياة عدد من متعاطيه، لذلك تكثف الجهود لضبط تجاره بشتى الطرق الذين لا هم لهم سوى جني الأموال على حساب حياة الإنسان، مع ضرورة أن تنتبه الأسر والشباب لحجم الكارثة الناجمة عن تعاطي هذا المخدر. مصيبة سودة، مصيبة سودة، لكن إن شاء الله هننتصر عليها. إن شاء الله وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة في شغل كويس، وهتشوفوا وإحنا بنتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، بحييه وبشكره، واللي بيتعاون معنا كل الحالات اللي بتجيلنا وهم كسر، يعني حالات كتيرة بتجيلنا مختلف الشكاوي، في حاجات مقاسي. يعني في سيدة مقيمة بره مصر تقريبا في دولة أوروبية، ست كبيرة وطبعا مش هقول البيانات، وجت هنا في إحدى المحافظات الساحلية عشان تشوف ابنها ومرات ابنها، وعندهم ولدين لقيتهم مدمنين مخدرات. سابت فلوس عشان يجيبوا اكل وشرب، خدوا الفلوس دي بيجيبوا بيها مخدرات. الست كان معاها فلوس سرقوها، والست سافرت تاني ورجعت وبعتت لي البيانات عشان نعالج الام والاب. لو انتوا شايفيننا احنا هنتصل بيكوا خلال هذا الاسبوع عشان نبعتكوا تتعالجوا. ولادكوا دول هيعملوا ايه؟ اذا كنت انت ومراتك عامل مصيبه. انا بشكر الجده، وان كنت يعني اتمنى انها تقف هنا وتواجههم. يعني هي مش عارف هربت من مشكلة او مشكلة اكبر ولا ايه. بصوا في قصص انسانية رهيبة، دي توابع الهدم اللي حصل لبلدنا، دي الحدود اللي لما وقعت واتفتحت دخلت حاجات كتيرة قوي بنلم جراحنا. برضو معانا دلوقتي على الهاتف سيدة ابن بنتها وابن ابنها، هي الجدة هي اللي اتصلت، انا بشكرها وهنعرف منها ايه الحكاية. طب فين الام؟ فين الاب؟ فين اخواته؟ الحكاية ايه يا ست؟ ازيك الاول؟ اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بيك يا استاذ طارق. ازيك يا ستي؟ قلبي معاك. الله يخليك يا ابني، ما تحرمش منك. عامل ايه يا ابني؟ الحمد لله، الحمد لله. صوتك حزين قوي، انا حاسس كده. صوتك حزين ليه؟ والله البركه في حضرتك بقى، انا بستجار في حضرتك يعني. ده عيل طلع اتربى معايا، امه اتجوزت وانا بربي ايتام برضو، ولدي ماتوا معايا واولاد ابني. تمام. وده امه اتطلقت ومتجوزه وابوه متجوز. لانه عنده 23 سنة. اتلم على شلة فزدانة. بقوا يدوله. يدوله ايه بقى؟ مخدرات ايه بقى؟ الاول ابتدى بيقوله بحشيش، وبعد كده دخل في اكسوروكس. اللي هو ماشي دلوقتي يا ابني ده. طب هو بيشتغل ايه يا ستي؟ هو كان بتاع دوكو والله زي الفل. طب يجيب فلوس منين؟ لا اعلم بيجيب الفلوس منين. بياخد منك فلوس يعني، او يسرق فلوس من البيت او حاجه؟ لا والله يا ابني ما بيسرق، هو بعيد عنك يشرب ويروح وقع في الارض مترمي. زي الصوره اللي احنا قدمناها، الصوره اللي كانت بتاعه عايزين الصوره تانية يا جماعه اعملوها. طب قولي لي، هل هو عنده نيه انه يتعالج؟ اصل هو شرط من العلاج يكون موافق ويمشي بإرادته ويروح المستشفى، وده يتم في خلال أيام إن شاء الله. هو عنده النية دي ولا هو بيهرب منك؟ لا، ممكن نحايله وندبيه لما أخذه، مش لازم نواجهه كده مرة واحدة. أنا نفسي يتعالج، وهو نفسي يتعالج، حتى لو تقدم لواحدة أستاذ طارق هتقول له شغلتك إيه، أو هتقول له أنت بتشرب إيه، يعني هيبقى من كله. بيشرب ايه ده لو خد حبايه وراح يقابلها يبقى نايم في الارض، هتبقى فضيحه. طب هو معاكي في البيت دلوقتي يا ستي ولا فين؟ هو معايا بس نايم برضه، شارب ونايم.
خد الجرعه خلاص. ويقوم يشرب ويبقى طول الليل في الشقه، يقوم يشرب وينام واحنا نايمين. طب هو بيعمل حاجه بيقع بيكسر؟ اه اتفضلي. او معايا بنت ابني لما اخذ عروسه داخله اولى اعدادي برضو خايفه عليها. خلي بالك خلي بالك. آه. ابوه فين؟ ما بيسالش عليه ابوه؟ لا ولا ام ولا اب، حتى والدته اتجوزت عيل صغير اتبرينا منها. انت في القاهره ولا بره القاهره يا ستي؟ لا انا برضو في المطار. طيب خلاص. وصلت المشكله، مشكله الجده اللي بنتها سابت جوزها وبعدين جوزت واحد تاني، تركت الطفل بقى شاب، الشاب كان بيشتغل عامل دوكو بشرف وبعرقه يشتغل، ولكن انحرف ودخل في سكه الادمان، سقط هل يعود؟ نقول يا رب. كل القصص لو عندكم ابعتوا لنا، او ابعتوا مباشره على صندوق مكافحه الادمان، هدفنا ان احنا نبقى صحاء، هو ده بنصح المجتمع المصري، هو ده البلد لازم تعيش وتنهض وتشوف ابنائها في احسن صوره ليها. احنا بنتعب، احنا بنروح يمين وشمال عشان نشوفك تبقى صح، انت لازم يبقى عندك اراده عشان تبقى صح، وهو ده اللي احنا عايزينه. بشكر كل اللي عندهم الشجاعه، الشاب اللي من الاليوبيه اللي تعرض لمحاوله قاسمه من صاحب العمل، كان بيحط له الحبوب دون ان يدري في كوبايه الشاي، وتغلب على ده وتعافى، هقابله الاسبوع الجاي ان شاء الله هنشوف قصته بالصوت والصوره. برضه جات لنا قصه منا يعني هي حطت الاسم ده تقريبا اسم مستعار. المهم قصتها سقطت ازاي في هذه اللعنه وكيف عادت؟ انا بحييها وبشكرها، كانت بعتت قصه قلنا لها التليفون كلمناها وهي معانا على الهواء، بحييكي بشكرك. اتكلمي قولي لنا بدات ازاي، انت اصلا كنت طالبه وبعدين حصل لك ايه؟ اتفضلي. ايوه انا معاكي دلوقتي، انت معانا على الهواء، انا بشكرك انك دخلتي معانا على الصفحه وقلتي عايزه تقولي حكايتك، حكايتك ايه؟ احب اقول لك الاول انا والله بحبك، يعني بحب اسلوبك وبحب طريقتك خالص، وبحبك وانت بتساعد الناس، تقف جنب اي حد محتاج. انا بشكرك، ربنا يكرمك، وانا بحييكي جدا انك تغلبتي على المشكله. قولي لي انت كنت طالبه، احكي لي بدات المأساة ازاي معاكي. الو؟ ايوه انا معاكي، ازاي بدات المشكله معاكي؟ سمع اتفضلي احكي اتفضلي. الو حضرتك سامعاني؟ احكي احكي، لو انت يعني الصوت يعني بيوصل لك بصعوبه احكي لي قصتك، انا سامع صوتك اتفضلي. الو الخط فصل، هنحاول نكلمها تاني، احنا معاكم بنتكلم، خلي عندنا شجاعه نواجه مشكلتنا. طبعا هذه المشكله في حجمها، مش عاوزين نخلي الصوره تبقى سوداء، هي بيضاء، بس لو عندنا واحد بس مريض لازم نعالجه، ده دورنا كلنا، مش دور الاعلام فقط، ولكن وزاره الصحه، وزاره الداخليه، وزاره الشباب، وزاره التضامن الاجتماعي، الصناديق المختصه، صندوق مكافحه الادمان بحييه. بنحاول نكلمها مره ثانيه يا جماعه. طيب هنشوف دلوقتي، الجهود لا تتوقف من وزاره الداخليه، هنشوف قبضه والكميه اللي تم ضبطها، عشان موسم مدارس بقى في حبوب تنتشر، مصيبة والله. تعالوا نشوف. بعد معلومات وردت لضباط وحدة مباحث مركز الزقازيق بقيام 6 عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، نجح قطاع الأمن العام تنسيقا مع أمن الشرقية في ضبطهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وأسلحة نارية وبيضاء. قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسكندرية نجح في ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته أكثر من 53 كيلوغرام من مخدر الحشيش في كمين أعد له بطريق الإسكندرية مطروح بنطاق قسم شرطة أول العامرية. في الاتجاه ذاته نجح القطاع بالاشتراك مع أمن السويس في ضبط سائق وبحوزته 99 لفافة من مخدر البانجو تزن 250 كيلوغرام أثناء محاولته نقلها في أتوبيس رحلات من إحدى المناطق الجبلية مرورا بطريق السويس الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الجناين.
رجعنا معاكم على الهواء مباشرة. ابعتوا لنا على طارق علام تي في قصص الحكايات. برنامجنا كله بيدفعنا اللي احنا نتغير نتحسن نبقى اقوى نبقى احسن. بشكر كل اللي بيتصلوا معانا بيحكوا تجاربهم. احنا محتاجين الشجاعة. اقف قدام نفسك وقول انا اقوى من المخدرات، انا اقوى من كل الظروف. منهم بنتنا اللي اتصلت بينا على الصفحة ومعانا. مهما كانت مشاكلك، مهما كانت الظروف، بقيت مدمن. شفتوا الحكاية اللي فاتت وشفتوا بنتنا اللي هنكمل معاها. منا اهلا بيكي. انت بتعيطي ولا ايه؟ مش عايزك تعيطي. احكي لي انت. والله تعبانه شويه. معلش احكي لي انت عندك كام سنه؟ انا المفروض اكون مخلصه دلوقتي، بس انا مخلصه ايه؟ تم الدراسه. مخلصه كليه جارة. ايه؟ جاره. دبلوم ولا كليه؟ لا كليه. كليه. طيب يعني انت وانت في سنه ولا في الجامعه دخلت في مجال المخدرات ده؟ وانت في الجامعه؟ جامعه. ايه اللي حصل؟ صاحبتك ولا صديقك شلة. ولا شله فاسده. عملت معاكي ايه؟ بنات. خليتك تدمني ايه؟ تشربي ايه؟ بدأت معاكي ازاي؟ عادي يعني دخلوني معاهم، يعني قالوا ده حاجه حلوه. قالوا ما بتعملش حاجه. يعني انا بابا متوفي من 5 سنين. تمام. والدتي يعني على باب الله. بس هي قالت لي انا مش هخليكي تحتاجي حاجه خالص. تمام. فلوس كانت بتديني، لبس كانت بتلبسني الحمد لله، بس انا مشيت غلط، انا اللي اخدت الطريق الغلط. طيب احكي لي، يعني بدات معاكي بسجاره، بحبوب، هيروين، يعني نوع مخدرات هيروين. ايه؟ هيروين. هيروين؟ اه. انت كنت في جامعه كده ولا مش عاوزه تقولي؟ مش عايزه اقول. طب مش عايزين نقول. طيب بدات تاخدي هيروين كده، تاخدي الحقنه جرعه وقعدت تزيد مش كده؟ لا يعني قعدت 3-4-5 شهور كده مش وتعبت، فوالدتي لاحظت عليا. تمام. يعني انا ما كنتش بحكي، وكنت بروح على اساس ان انا رايحه درس وكده، وكنت بقعد مع اصحابي، وكان صراحة كنت مش انا غلط. طب جيبي فلوس منين؟ ده يعني عاوز لك بقى بروح دروس. يعني تاخدي فلوس الدروس تاخدي بيها الهيروين دوت. ايوه. هل دخلتي بقى في حاجات تانية غلط ولا كان بس مخدرات فقط؟ لا انا قعدت، انا كنت في تانية وقعدت سنتين. فقت قعدت سنتين ما فيش دراسة، قعدت لوحدي مع نفسي. بعدت عن اي حد، بعدت عن موبايل، حتى ما كنتش بكلم اي حد. هل روحتي مصحة؟ هل روحتي صندوق الإدمان؟ هل والدتي خدتك لمستشفى أو دكتور؟ أيوه، تعالجت عند دكتور. دكتور عالجك؟ أيوه. في مصحة ولا في البيت؟ بس أنا، لا في البيت. بس أنا يعني أنا اللي بدأت، أنا اللي طلبت، أنا اللي قررت. بس أنت لسه تعبانة، هل لسه مأثر عليكي؟ أيوه أنا يعني بتعب فعلا. الحمد لله مفيش احسن من الطريق الصح. طب انت دلوقتي خلاص عندك قدره تخشي العام الدراسي وانت محصنه؟ لا. لسه مريضه؟ لا لسه. طب اصحابك دول مش عايزه اشوف، ما بقتش اساسا عايزه اروح. يعني الدراسه دي مفيش دراسه بالنسبه لي، خلاص انتهت. لا ليه؟ ممكن انت ان شاء الله حتى تبقى يعني نظام المنازل ده. مش عايزه اشوف حد، يعني مش عايزه اشوف البنات دي تاني، مش عايزه اسمع عن اي حد كنت اعرفه كده. الحمد لله. الفتره دي قعدت معاكي قد ايه؟ سنتين 3 سنين وانت مدمنه؟ سنتين. لا سنتين. انا قعدت 5 شهور. خمس شهور. فاثرت عليا، يعني ما بقتش عارفه اي حد، خلاص دمرت الدراسه دي، خلاص ما بقتش عايزه اشوف حد اصلا. بص اقول لك على حاجه، انا مش عارف ده اسمك ولا لا، اسمحي لي اقول اسمك ولا مش عاوزه نذكر الاسم ده؟ هو تقريبا اسم مستعار يعني. لا انا اسمي منه الله. ماشي يا منه، منه الله. ده انت الاسم يعني يا ريت يبقى من اسمك الكثير. لا خساره فيه حتى الاسم. لا ليه بلاش تأنيب الضمير. انت على اول خطوه انك عرفت ان ده خطر، عرفت ان ده غلط. والله العظيم خطر، خطر كبير.
بالجدة. الصالون عمل وكيل. هل كان في قصة غرامية هي اللي خلت ان واحد الشباب عمل خدك في هذه السكة، ولا كان صديقتك زي ما انت بتقولي؟ لا، بنات، شلة بنات. شلة بنات، شلة كبيرة، مشكلة كبيرة. انا بشكر منا اللي هي معانا النهاردة، هي على اول الطريق، بس ملاحظ انك مكتئبة حزينة. اسمع الاغنية دي معانا، خليك قوية. معجزات، المعجزة فيك انت، انت بني ادم يا انسان، بنت او ولد، ست او راجل، انت اقوى من اي حاجة. قول يا رب خلاص بطلت المخدرات في دمك، قوم صلي ركعتين وقول يا رب، وشوف الطبيب وابدأ. بنية صافية هتعود، الحياة هيبقى لونها بامبي مش سودة أبدا. دي كلمة لولاد بلدي، كلمة للبنات ولاد. في قصص بتجيلنا قلبي بيتقطع، موضوع صعب، بنركز عليه مع قصص ثانية. ده ملف المخدرات، لكن في ملف أشد قسوة اقتربت منه من سنوات طويلة. أنا في وقت من الأوقات كنت بدعو اللي احنا ندعم دور الأطفال، دلوقتي احنا عاوزين نقلل ده، نعتمد على ان ممكن يحصل نوع من انواع التبني او الكفاله في البيت بشكل اسلامي، يعني باسمه بكل حاجه، بس تربيه يتعلمه. حط لنا صوره ستيف جوبز اللي كنت بتكلم عليه، اللي ابوه اسمه عبد الفتاح جندلي، ده ابوه سوري، كان معاه دكتوراه وبيشتغل في مطعم، سابه رماه هو واخته. اخته منى من اكبر واشهر الناس اللي بتكتب قصص في امريكا، في أسرة تبنته، أسرة أمريكية تبنت هذا الشخص فأصبح من العلماء وراح لعند دنيانا. على فكرة كان متألم من قصة أبوه وقال مش عايز أشوفه، أبوه طلب أن يشوفه قبل الوفاة مرضيش. على فكرة قبل، تأثرت بوفاة ورحيل، هذه المعجزة. ممكن الأسرة البديلة تبقى أحسن، تبقى أكتر. بقول ده عشان أخدكم دار أهالينا، وهنشوف بنتين، منهم بنت الأم سابتها وراحت تشتغل، سابتها عند جارتها يوم واثنين وثلاثة، جارتها تعمل ايه؟ ودتها الدار دي، نعمل ايه؟ بنسيب لحمنا دمنا ونعمل ايه؟ خدكوا دار اهالينا ونشوف مشكلتنا. الابناء بلا ام بلا اب، هو ده. أعزائي المشاهدين، بنكمل رحلتنا الإنسانية، رحلتنا من القلب توصل ليكم القلب، من دار أهلينا اللي في شارع خاتم المرسلين بالجيزة بالهرم. الدار هنا فيها أكتر من قصة صغيرة، بس ليها معاني كثيرة، منهم الطفلتين اللي على رجلي دلوقتي. يعني مكة القمر دي قصة هنعرفها دلوقتي، اللي على شون اسمها إيه؟ فريدة. فريدة، فريدة تايهة؟ بقى لها هنا قد إيه؟ طب في بعض الاوصاف، في حاجات باينه في جسمها، في رجلها كده، اللي يعرف يقول لنا العلامات هيجي هنا وهيشوف فريده. فريده ده اسمها اللي اطلق عليها هنا يعني. طب دي لقيتوها فين ولا ايه الاسم؟ جابها لكم منين؟ ده تبع اسم حميه الزيتون وجابوها على هنا. الدار هنا كويسه وفيها مستوى كويس، وفي اماكن برضو يعني كده، بعض اماكن ورجال الامن بيلجأوا ويجيبوا قصص الانسانيه عشان يضمنوا مستوى كويس للاطفال. بصوا اوصاف البنت اهي، اهي شعرها طويل اهو، في بتاع زرقاء، بس دي جديده. بصوا عليها، اهلها يتعرفوا عليها. بنطلع تليفون الدار هنا، طبعا في علامات والمكان وحاجات عشان ايه، مش اي حد يقول دي بنتي يعني. مكه بقى هي القصه، هي الحكايه، هي الحكايه رقم اتنين بنقدمها هنا. مكة هي بتمثل قصص إنسانية كثيرة موجودة عندنا. بعض السيدات اللي ممكن تكون اتجوزت عرفي أو في يعني مشاكل أسرية، مش عاوز أتكلم أكتر من كده، سابتها عند جارتها لمدة يومين وبتشتغل
وبعدين الجارة خافت فجابتها هنا، بعدين جت الأم هنا عاوزة ترضعها، طب جيبي الورق جيبي الإثبات، والموضوع داخل في سنة. تفاصيل مزعجة، تفاصيل عن الأم اللي ممكن ما عرفش بقى السبب، هي معاها ده جواز عرفي ولا رسمي، متخانقة مع الزوج ولا الزوج مش موجود، قصة مبهمة. يعني احكي لي تفاصيل تاني كده عشان نقولها. يعني هي مكة جت طبعا كانت طفلة صغيرة لسه رضيعة بترضع، فهي جت طبعا احنا بنستلم عن طريق النيابة، احنا ما بنستلمش أي طفل إلا عن طريق النيابة. فبعد فترة كده لقينا واحدة جت وقالت دي بنتي وأنا عايزاها وكده، قلت لها ما أقدرش أديها لك إلا ما تجيبي لي قرار من النيابة. جت مع جارتها ولا جاية لوحدها؟ جاية لوحدها. فين جارتها؟ ما جاتش معاها ليه؟ لا لا هي جت لوحدها، وما حتى لو جت مع جارتها أنا ما أقدرش أسلمها إلا هي مش عارفة تثبت، هي مش عارفة تثبت إن دي ابن بنتها. شكلها شبهها. شكلها. لا شكلها. وعاوزة ترضعها. هي طبعا انا قلت لها ما اقدرش لان هتيجي ترضعها لي النهارده، طب بكره، طب بالليل، طب تاني يوم تعمل مشكله، هتعمل مشكله. فطبعا لا اعتمدنا بقى على رضاعتها، يعني رضاعه خارجيه بس، لحد ما شاء الله دلوقتي خلاص بتاكل عادي. هي لحد دلوقتي انا قلت لها لو مرت على الطفله سنه مفروض ان هتبقى الطفله مجهوله النسب، فانا قلت مديها يعني فرصه انها تثبت ان دي بنتها علشان تقدر تاخدها. فما اعرفش هي متاخره ليه، يعني حتى هي من قبل مش ما جابتش ورقه الاثبات. يعني طبعا الحكايه زي ما قلت لكم واحد او اثنين او ثلاثه، ممكن تكون كان جواز وفي مشكله مع الزوج، ممكن كان جواز عرفي، ممكن اشياء تانية، لكن بتكلم على الام قلبها زي تسيب بنتها يوم واثنين وثلاثه عند الجاره، والجاره اللي جت هنا وقدمتها وسابتها. دي حكايه اطفال كتير، هل احنا نقعد نربي ونصلح اخطاء الغير ولا هم يدفعوا الثمن؟ موقف القانون هنا ايه؟ الزام الام واحد اثنين ثلاثه لو في خطا من شخص يتحاسب عليه. عايز تقول ايه تاني يا حاجه؟ عايز اقول لكل ام تراعي ربنا في اولادها، تراعي ربنا في الجيل اللي هو ده مش عارفين يعني ايه نهايته، ايه نهايته بالوضع اللي احنا شايفينه ده. احنا بنشوف هنا في الدار ماساه، مش ماساه واحده او اثنين او ثلاثه، الاف المآسي اللي بنشوفها. فيا ريت كل واحد يعني في يعني ناس مش لاقيه ضفر طفله زي دي. طيب مكه بقى لها قد ايه معاكم؟ بسنه وثلاث شهور. فاضل قد ايه بقى وتسجل كده تقوم معاكم؟ تسجل من شهر 5 اللي فات. اللي فات. طب ما هي طب مستنيه ايه؟ 5 6 7 هي قالت لي انا حاسبت، هي جابت واحده ست كده. ارجوك عاوزين يعني يبقى ليها ورق رسمي وتقعد هنا لغايه حتى اثبات العكس يعني. صح. هو ده بكمل معاكم حكايه التسيب اللي احنا وصلنا له. بعض الناس ما عندهمش مسؤوليه اخلاقيه او اجتماعيه فيسيبوا لحمهم ويسيبوا دمهم ويسيبوا بناتهم، سواء اللي على شمالي تكون بقى اتخطفت، تكون تاهت، تكون اترمت، واللي على يميني اللي امها عارفاها وجايل لها قلب وسايباها بتسيبها يوم واثنين وثلاثه، دي ام ولا دي ايه؟ لو انت شايفاني اقول لك منك لله ما تسيبيش الاب لما تيجي هنا وتثبتي لو هي بقى فعلا بنتك، ازاي جالك قلب؟ مشغوله بايه؟ وبتشتغلي ايه؟ وبتعملي ايه؟ وبتاكلي ايه وتشربي ايه؟ ده ظلم لهذه الطفله اللي عمرها سنه وثلاث شهور. هو ده بنفتح ملف ملوش نهايه، تسيب في الاخلاق وبناتنا واولادنا اللي ممكن نلاقيهم بالعشرات بل الاف ملايين في الشارع. وانا ضد ان الدوله تبقى بديل وتربي، لا، الأم نلزمها تحت ضوابط معينة، معايير إنسانية، تربي بنتها في البيت تحت القانون. مش هتعرف نحبس الأم ونربي البنت أو الأب، إنما الأم تغلط وتمشي كده؟ لا. هو ده وأكمل معاكم، بشكر دار أهلينا وبشكرك يا حاجة دايما معاك يعني. شكرا شكرا أستاذ طارق، ألف ألف شكرا. بيكذب الصدق أما الكذب يتصدق، قلت طول بكرة تلقى الفجر بيشقشق، بيكدب الصدق أما الكذب يتصدق، يا ليل يا ليل تطول بكرة تلقى الفجر بيشقشق. أنا في انتظار الصباح، أنا احتويت الجراح وخلاص نسيت اللي راح ومن جديد هبدأ. ودي
معقوله في بنات زي الورد كده الام تسيبهم؟ لو انت شايفاني يا ستي روحي شوفي بنتك انت وكل ست. ونتمنى برضه جايبين لنا الصوره بتاعت سيف جوبز كده اللي ابوه سابه، لكن الاسر البديله احنا بندعو عليها. ده اسره بديله خلاص، هي ما ربتش خلاص، ولازم يبقى في قانون يعاقب الام ليثبت انها تركت بنتها. الام دي معروفه وراحت مره ومرتين رضعت وانشغلت. تخيلوا ام تروح ترضع البنت وتسيبها، الست مديره الدار عاوزه شهاده ميلاد عشان توديها بقى الحضانه والمدرسه. ده خضرنا. لكن ده بيفكرنا بقصه جميله كانت في دار الاورمان لما قابلتهم شفتهم هنا من القاهره. بدات القصه من 20 سنه لما جه الاب من امريكا متزوج امريكيه وخد البنتين وداهم امريكا. تعالوا نشوف هو ده. كانت زوجتي ما قدرتش تخلف، وقلت لها احنا لو هنيجي لو هنتبنى او نتكفل بطفل انا اروح بلدي مصر واتكفل هناك. قالت لي انا موافقه 100%. ست عظيمه. It's a successful story. Huh? It's a very successful story. God gave us these two girls and I think we are a gift. Two girls. Two girls. Twin girls. Twin daughters. Identical twin daughters. هما تكفلوا بطفلتين وطفلتين توأم، وبتقول انها اسره سعيده وان شاء الله اسره تبقى ناجحه. قلنا للبنات وهم عندهم 5 سنين ان احنا اتبنيناهم واحنا ما نعرفش مين ابوهم ومين امهم، فقلنا لهم بيتكلموا عربي هما؟ بيتكلموا عربي قليل بس هم يعرفوا. انا شايف في ناس بتصورني دلوقتي. تعال توم. عمرهم كان 3 سنين؟ 4 اشهر. فيري تايني فيري ليتل. قليل. صحتهم كانت كويسه؟ لا صحتهم كانت كويسه جدا. لما دخلت دار الاورمان كانت مكان منظم جدا، مكان نظيف جدا جدا. اقرا الفاتحه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. What you studied? I study history of war. بتدرس تاريخ عندي. Radiology technology. بتدرس اشعه الحاجات بتاعت الجسم يعني. You are going to work at hospital with your mom. ان شاء الله. ان شاء الله. حلم بدأ من القاهرة راح لأمريكا زي ستيف جوبز بالظبط اللي احنا عاملينه النهاردة الأبروتش أو المحور بتاع الحلقة. الأسر البديلة بنشجعها، بنخفف العبء عن دور الأيتام. يا ريت اللي عنده مشكلة في الإنجاب، اللي مثلا خلف ولد عاوز ولد تاني، عندهم مشاكل، روحوا دور الأيتام المنتشرة. مش بنقول إنك تتبني، التبني حرام، لا، أنت تتكفل بالطفل ده ربيه في بيتك. ده في كل دور الايتام متاح، وشفنا التجربه الناجحه اللي تمت في امريكا. من نجاحها جم من امريكا وهم في الجامعه في سن النضوج، شافوا الدار اللي تربوا فيها. عاوزين العشرات بل المئات، عاوزين نخفف العبء عن وزاره التضامن. ولازم يبقى في مواصفات لهذه الدور عشان ما نسمعش عن تعذيب بقى وتنكيل. يعني صدقوني ده احسن من الدور بكتير. طبعا ما كامل احترامي ودعمنا لكل الدور، دول ولادنا بنحبهم بندعمهم، لكن يا ريت نشوف الاسر البديله. الوقت دهمنا دلوقتي، ده انا عندي لسه في اكتر من 6 فقرات، لكن فين ده واحنا بنتكلم على شفنا مهرجان الجونه وشفنا احتفاليات كبيره. هيبقى في تنظيم من اتحاد المكفوفين لبطوله العالم في القاهره هنا او في مصر. للاسف هم يعني ايه صوتهم مش عالي، مش واصل. محتاجين دعم، محتاجين رعايه. مين يوصل ده؟ السيد وزير الشباب والرياضة، وزارة الاستثمار، لو شركات خاصة ممكن تدعم هذه الفكرة. احنا هنروح، احنا مش برنامج رياضي بس انساني
وطني. معانا السيد الدكتور احمد عوين رئيس اتحاد المكفوفين، بقول لك اهلا بيك يا دكتور. دكتور احمد عوين اهلا بيك يا دكتور، كل سنه وانت طيب ومبروك تنظيم بطوله العالم. هل دي المره الاولى ولا تم تنظيمها قبل كده؟ الله يبارك في حضرتك، بس اجل المباركه لما تتنظم بجد. لا احنا عايزين اغنيه العسيل يا جماعه، عاوزين يبقى في امل كده. عاوزك يعني ببدا معاك. فينا امل يا طارق بيه، لما يكون في ناس محترمه زي حضرتك يبقى لازم الامل يملانا ان شاء الله، واحنا كلنا امل لاخر لحظه بنشتغل. احنا بننظم الحمد لله بطوله العالم لرفع الاثقال للمكفوفين رقم 13 على مستوى العالم. رفع الاثقال رقم 13؟ يا فندم. تمام. لكن هي لاول مره تنظم في مصر في مدينه الاقصر، ولاول مره تنظم في افريقيا. كويس. فاحنا عندنا خدنا موافقه الاتحاد الدولي، وحضرتك عارف موافقه الاتحاد الدولي بتبقى مساله مش بسيطه عشان دوله تنظم او اتحاد دوله اقليمي او محلي ينظم بطوله زي دي بالحجم ده. اشتغلنا لينا فتره عليها، فريقنا ولادنا من 14 بطل وبطله من المكفوفين معسكرين لهم اكثر من شهرين، كانوا معسكرين في بورسعيد. تمام. نقلوا دلوقتي للمركز الاولمبي في المعادي، الاولاد شغالين ومعاهم جهازهم الفني والاداري، احنا شغالين في ظهرهم. عملنا كل ما يمكن ان احنا نعمله، من فنادق، من نقل، من طيران للاتحاد الدولي اللي جاي. بدأت بعض الدول تبعث لنا فعلا طيرانها اللي جاي عليه، مواعيدها الى اخره. يعني الدنيا مقلوبه باختصار كده، الدنيا مقلوبه في الاتحاد الدولي وفي دول العالم. لحد اللحظه دي تاكد ان شاء الله مشاركه 12 منتخب وطني، من اليابان لفنزويلا لكندا لتركيا لتشيك لاوكرانيا لنيجيريا لجنوب افريقيا. كل الدول دي تاكد مشاركتهم في بطوله العالم لرفع الاثقال للمكفوفين، واحنا عملنا كل حاجه. للاسف الشديد احنا طبعا اتحاد فقير، اتحاد امكانياته ودخله بسيط جدا. طيب انا يعني انا سايب حضرتك تتكلم، انتوا رحتوا اللجنه الاولمبيه او القريه الاولمبيه او المركز الاولمبي، يعني في تنسيق مع وزاره الشباب والرياضه والصديق واللي بعتز بيه الوزير اشرف صبحي ما بيتاخرش، هل في مثلا طلع لكم دعم محتاجين ازيد ولا مفيش دعم خالص؟ المشكله فين؟ المشكله على سعادتك ان ما طلعناش ولا جنيه دعم لحد هذه اللحظه. طب حضرتك قدمت طلب للوزير الشباب والرياضه؟ طلبات يا فندم. ومعالي الوزير مشكورا، احنا طلبنا مقابلته. انا يعني بالمناسبه بهنيه، هو راجل خلوق وبعتبره زميل، لان انا بتشرف ان انا رجل من اساتذه الجامعه. انا استاذ في كليه الاداب ووكيل كليه الاداب الدراسات العليا، وهو راجل اكاديمي وانا بثق فيه وبحبه، وراجل له يعني باع كبير في المساله دي. تفضل علينا بميعاد الاجتماع مع معاليه، لكن فجأة ليلة الاجتماع اعتذر. قلنا ما فيش مشكلة، كان رايح يحضر ماتش مصر وكلنا وراء المنتخبات. الماتش الأخير بتاع أفريقيا ده. أنا عاوز أقول للسادة المشاهدين اللي أنا قريب من هذه الرياضات، إحنا عندنا نادي في الشرقية اسمه نادي غار حراء، اللي بتشوفوه على الشاشة دوت ده بيلعب كرة قدم، كرة الجرس بيسمعوها بودنهم يعني. وخد بطولة الدوري العام الماضي وتاني الكاس. ده الفريق بتاع النادي اللي إحنا بيساعدنا اللي إحنا بنقدمه لمصر. من قريه صغيره، قريه الغار. والمشرف عليه الدكتور احمد العمانيه هو صديقي، بيطلع عينيهم وانا يعني بقعد معاهم كتير، قلبي بيتقطع في لوائح، لكن الدعم بتاع الوزاره مع الوقت هناخد مساحات اكتر. انا قلبي معاكو ان شاء الله، هنحاول نتصل بالسيد الوزير. مش متاخر حقيقه، وانا بشكر حضرتك جدا، وحضرتك من يعني الداعمين جدا لنادي غار حراء، ومن الداعمين جدا للاتحاد. أنا سعيد بده وده شرف لينا.
يعني يسعدني ويشرفني انا معاك والله يا دكتور احمد، بس مش عاوزك تبقى حزين، خلي عندك تفاؤل، مصر بخير، مصر بابنائها ان شاء الله. وزاره الشباب والرياضه لو احد رجال الاعمال ممكن يدعم معانا ونقدم هذه الفقره، وسبب احنا مش برنامج رياضي لكن برنامج وطني، برنامج اجتماعي، برنامج للطاقه الايجابيه، الناس دي بتكافح، الناس دول ابطال من ذهب، من اول رئيس الاتحاد لكل اللاعبين كل الرياضات. انا بشكرك يا دكتور احمد، بضم صوتي لصوتك. رساله اخيره تقولها للمسؤولين او القادرين، تقول لهم ايه؟ ان هم يساهموا معاكم اتحاد المكفوفين في مصر. انا عايز اقول لحضرتك ببساطه شديده جدا يا جماعه، احنا بنقدم حاجه لمصر. احنا لما جينا نعمل البطوله دي عملناها في الاقصر، عايزين ننمي السياحه تمام كده وبس. لما عملنا قبل كده بطوله افريقيا ونظمناها بنجاح شديد جدا، نظمناها في شرم الشيخ برضه تنميه للسياحه. انا بس بأهيب برجال الاعمال المحترمين والرعاة والداعمين. انا هرفع علم مصر، انا حمثل مصر، خليك معايا تمثل مصر، قدم حاجه لمصر. انا مش بقول لك هيحصل ان شاء الله. خلال الحلقه القادمه هنتابع مع الدكتور احمد عوين رئيس اتحاد المكفوفين، دول ابطال احنا معاكم، اوعى تتاثروا، اوعى تقعوا، احنا نكمل معاكم ان شاء الله. اتحاد المكفوفين هيبقى فيه ان شاء الله الاسبوع القادم خبر حلو، خبر جميل. فقرتنا الاخيره لضيق الوقت، جات لي دعوه كريمه من السيد الشيخ فهد مبارك الصباح وكيل وزاره الاعلام عشان نروح هناك نحضر الاجتماع التحضيري في دوله الكويت، لانها تبقى هي الراعي الرئيسي او ضيف شرف مهرجان او مونديال القاهره للاذاعه والتلفزيون. طبعا مع رئيس المونديال الدكتور ابراهيم ابو ذكري، سافرنا قعدنا هناك 3 ايام من الحب، من اول ما طلعنا المطار حتى العوده، حب من المصريين، من العرب اللي قابلونا، حب لمصر، حب لينا الناس اللي شافتنا. عشان كده كنت بحيي مزبيرو في بدايه البرنامج. وقابلنا السيد طارق المزرم وكيل وزاره الاعلام، والشيخ فهد مبارك صباح اللي بحييه واشكره، مدير وكيل الوزاره، مدير اداره البرامج سعد الفندي، والسيد سيد المشاري البعيجان. انا بس بجري عشان التقرير دوت اخر تقرير عدينا الوقت داهمنا، كانت ملحمه في حب الوطن العربي، ملحمه في حب مصر ودور مصر العظيم. لما نشوف الاخوه بيتكلموا علينا قد ايه، على مصر، على اعلام مصر، على رئيس مصر، على الشعب المصري، نشعر بالفخر. فاهلا بالكويت، اهلا بكل الدول العربيه في تظاهره عربيه جميله هتبقى من 6 ل 9 نوفمبر ان شاء الله. وتحياتي للمونديال القاهره للاذاعه والتلفزيون اللي اختارني منسق عام مع رئيس المونديال الدكتور ابراهيم ابو ذكر. تقرير اخير بنقدمه من القاهره للكويت، بنحب كل الوطن العربي. هو ده سلمت يا وطنا ويا مجدا لنا، طهر السماء فبت ارضا فوقنا، ومراكب التاريخ قد حلت هنا. هنا الكويت، هنا الكويت كانت وما زالت، هنا هنا الكويت. اليوم اجتماعنا راح يكون ان شاء الله لتنسيق ما بيننا وبين الاخوان لهذا المونديال السابع الذي سيقام من تاريخ 9 من 6 ل 9 نوفمبر. كون دولة الكويت هي ضيف الشرف لهذا المهرجان، ارحب فيكم وان شاء الله يكون اجتماعنا اجتماع مثمر لكي نحط النقط على الحروف، وان شاء الله في هذا المونديال راح نرفع اسم دولة الكويت في كل المجالات، سواء كانت ثقافية، فنية، اجتماعية. هذا لذلك دعونا الجماعة اليوم لزيارتنا في دولة الكويت للتنسيق لهذا البرنامج، والله يوفق الجميع. الكويت كلها ضيف شرف دائم في مصر، وعلاقة طبعا الشعب الكويتي والشعب المصري علاقة ما اعتقدش تكون محتاجة اي شرح مننا او اي جدل في علاقة الوثيقة، وخصوصا في ظل سمو الحاكم. الحقيقة ما يتم ما بين الدولتين سياسيا واقتصاديا واستثماريا واعلاميا شيء يعني نحن جزء منهم وهم جزء مننا، وما اعتقدش يكون في اي نوع من انواع الفروق. بالاضافة انه الكويت من الدول العربية المتقدمة جدا في مجال الإعلام، وخصوصا في العالم الإعلام الجديد وعالم التواصل والمرئي والمسموع. ومعروف أن الكويت هي في مقدمة الدول الخليجية
اللي تبنت الفنون وطلع منها أول مهرجان للتلفزيون في الستينات، وأول نشاط تلفزيوني في بداية الملون. الدراما كمان، الدراما الكويتية النهاردة على الرغم زمان كنا احنا بنضحك وبنقول لازم الدراما الكويتية تحط عليها سبتايتل، لكن حاليا دلوقتي من قوة الإعلام الكويتي أصبح اللهجة الكويتية بقت منتشرة في شمال أفريقيا ومنتشرة في العالم العربي كله، وأصبح المصنف الكويتي مصنف عربي من الدرجة الأولى. سعيد جدا بحضوري وسط أهلي وناسي وبلدنا الغالي علينا جدا دولة الكويت الشقيق، أمير وحكومة وشعب شقيق نعتز به، وأنا كإعلامي بتابع أخبار كل الدول، وأعتقد ما نحن فيه الآن من تواجد إعلامي شعبي قبل أن يكون رسمي هو الحل الوحيد، هو تطبيقا لقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني ده أشد أنواع الحبال، في حبل أفكار بيقطع، في حبل بتموت بيه واحد أو تحبس بيه واحد، لكن أقوى الحبال التي يحبها الله بأمر صريح حبل الله. فإحنا جايين في وسط مظاهرة حب هنا، الكلمات تعجز عن الشعور، ومش عاوز أخلي الكلام يعني نوع من أنواع تبادل الشكر، ولكن إحنا إن شاء الله هنحاول نصيغ كلمات محدودة إزاي يبقى برنامج، ودي في منتهى القسوة إنك علاقة بين أشقاء سنوات طويلة، إزاي نعملها ليلة أو اتنين أو تلاتة، ولكن الشكر والفخر في نفس الوقت إن الكويت هي مش أقول الراعي الرئيسي، ولكن هي صاحبة مونديال القاهرة للإذاعة والتلفزيون هذا العام 2018. الله بطنك أنجبت شابا عظيم، درع وقرطاس وقرآن كريم، ما زال أبناء على العهد القديم. كانت رحلة جميلة قضيناها جوه الاستديوهات، من حوار إلى حوار إلى حوار، من هنا يأتي الذكر والقول شكرا لبلدي، شكرا لمسبيرو، شكرا لنجاحنا الكبير في الوطن العربي، وشكرا للإخوة الأشقاء، شكرا للمونديال إذاعة والتلفزيون. ده برضو أحد الزهرات الفنية، اتكلمنا في بداية الحلقة حيينا مهرجان الجونة، ياريت كل أسبوع عندنا مهرجان، ياريت كل أسبوع عندنا بطولة، محتاجين 52 مهرجان طبي سياحي اجتماعي إعلامي فني، حاجات كتيرة قوي. وانتوا أعزائي المشاهدين قدمنا قصص كلها كفاح، كلها تحدي لظروفنا، مهما كان الهم، مهما كان مشكلة عندك اطلع هتاخد حقك، بلدك بتكبر وبتنور، وبتبص على المستقبل اللي بيبدأ بيك انت، تعلم ولادك، بكرة المدارس الحكومية بتبدأ، الملايين من أبناء بلدي بنقول لهم كل سنة طيبين، عام دراسي ناجح للمدرسين للأباء للأمهات، كملوا كافحوا واحنا معاكم. هو ده مع الحلم للسعادة عنوان ومكان برنامج، هو ده ابعتولنا نواصل معاكم الحلم والسعادة. خلصت الحلقة، خلصت اللقاءات، معادي معاكم الأسبوع اللي جاي، مع تحياتي. طير مع حلمك، هو حد يكسرك، حد يحطمك، معكش فلوس هيجيلك، ما عندك الشغل هيجيلك، كمل تعليمك، قوي نفسك، عالج نفسك،